تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور وما قديش نكتب عليها وكنقول قايد ديني بيدا شايفور واحسن حاجة دير غير تنساني الزرقاء وسختي لي غير لساني واحسن حاجة دير غير تنساني الزرقاء وسختي لي غير لساني لا 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 ديني بيدا لا لا ديني بيت ديني بيت ماما شوف الليل ماما شوف الليل شوف الليل شوف الليل قالي ظلمت مي سمحولي انا راسي وما لقيتوش كل مره نبغي نشونجي كنلقى رجلي غرق بجوج انا وجودك يا صاحبي واش طيح دي من عندك عوجة امو وفين امو ما كفوي انا طلعينا الخلال ربنا شي شريب امو السلام ما كاين لا مال ولا خويا انايا واش ما كاين لا مال ولا انت جات شوف الناس ما كاين لا مال ولا سير غير حيد يدك وعقل على هذا الشيء هذا اللي تي يا سير انا عقل قال لي راك سير زين برافو عليك يا صاحبي سير كي دايره قلت تسمو لا فر الماء صاحبي خويا راه ما بغيتش واحد تقول انا راه عقلي انا داش شايعت عليك سير جيب الماء دبر عليه دبر عليه انا دبر عليه ناري دبر عليه انا سيمون خلاك خلانا خلانا فين العويه قد تضرب زيد الدري ما بغيتش نعطيه خرج ما لقيتش بعد البيت وشبار خرج حرك البيت يا ويلي كون حكمتو يا ويلي داني اخي برانا كون حكمتو نحيد بالعين قالو نحيدها اخلا بقات فيك يا داني هاي عندك داني جاي فيني نعس قرب لي هالبا هالبا هالبا
فماك اسمعي مالك يا الله ماك شنو عندك شنو عندك دراني تحضروا لي اليوم فين هذا بهاد ولا هذا بنتروا لي ضربوك واش نديروا الكلاب تحكروا عليا ما خلاو ما داروا لي انت صاحبي ما بحالك صاحبي وضربوك صاحبي يديروا التكرفيس هذه يا صاحبي انا هذا شوف انا غادي نهضر معاهم دابا تبقى غير هنايا انا مش دابا نهضر معاهم غادي صافي اخويا اخويا انا زوين رد بالك اخويا لا صافي كون هاني انا مشي دابا السلام عليكم يا صاحبي راه وقتي جالس لك وحدو ما عندنا بحالوش شكون هذا شكون انت بالسلام انا بحالي بحالكم قلت لي الناس عاد كثر يضرب توحشوا مع صاحبهم بحالي غير وائل هذا الاول والثاني ما بغاش يشم رباط صاحبي اللي ولي زاد محكم غاوش صاحبي قال هذا الاول والثاني ما بغاش يشم رباط سالت ولات فيه وما بغاوش يشم رباط صاحبي قال دغيا دغيا يلا خويا يلا راه ما فيها مجهود هذاك اصاحبي ولا زيد 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 ديك العالم اللي باغي هو شري شي صندوق ديال الشراع اللي صالي راهي الدنيا حما الشطايب بالمنيا هذيك بعدا بجنات طوموبيلات لا لا سكس سكس غادي يكون جديد هو شحال الساعه وتهلا الخصم لا لا غادي تيكون شي جديد صح 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 الخصم ما بين الله شحال الساعه فين راه التليفون وين انت تفرنا عليهم كاين لا فلوس لا هو شي شوي كيسمي الو الو فينكم اصاحبي راه الشاف راه كيسول عليكم اصاحبي راه درتوا لي المشاكل معها اصاحبي راه تعطلتو والله ما تجيبوش الروتر راه قبيله اللي صونيت عليكم وقلتوا لي راه غادي نجي دابا راه درت الروتر والشاف دابا ولا كيغوت هنايا شوف جوج دقائق تكون عندي انت والكليكا جوج دقائق نكون عندك في البيت صافي يلا تهلا يلا تلاح عليا تلاح تلاح ماذا يفعلون هذا هو المكان الذي يفعلونه
قريت القراءة وقريت التربية هذه الإسلامية ولولنا التربية التشكيلية. مزيان. شتي المخطوف؟ شكون ضربك؟ تا واحد. ها؟ تا واحد. قولي شكون ضربك؟ ياك ما تعرفك شي واحد. لا خويا والله ما ضربني شي واحد. تا واحد. شي ويبي؟ ما ضربك تا واحد. تيقنا. اه. صافي سير. لو معلم انا خارج اخويا خارج تعرض له بغيتهم ما يطلعش لعندي ما يعرفنيش شنو كان اوكي الشيف دابا راه جاي مع الطريق جاي دابا غاتصون عليا اوكي دغيا صافي الا كان مشغول حتى من بعد تنطلق متاكد ها شفت شوف صافي هادشي شنو هادشي سير دابا خيا من هنا السلام عليكم شوف مزيان هنا شتو واحد خينا ماشي من الفريق ديالنا شتو في وسط الحلبة كيدور هنايا واحد خينا كيتسس عليه غير دابا كيتسس عليه فين شتي شتو باش مشيت نتعرض للولد ديالك انا كنت كنهضر انا وياه شتو كيتسس وماشي من الفريق ديالنا كيفاش البلان دابا المهم البلان هو تحضيوه فهمتيني هي تحضيوه نشوفوه ودابا كيفاش تخلص السونتر ديالنا كيفاش راك عارف الشاب اللي كيدخل السونتر ديالنا كي كيوقع له دابا حاولوا كيديوه تقبطوا غير بالعقل نزيد وديك الساعة غادي نشوفو شكون نديرو معاه اوكي شوف نبي نبي الوالدة أجي أولدي نعم أمي أنا مريضة أولدي أيانا بزاف ولا أيانا شنو كيضربك شنو كيضربك أمي مبكيش
اش مات وليدي واش كتحس براسك عيانه بزاف؟ عيانه تهلا وليدي بخيتك بزاف، الله يعطيك الرضا، الله يعاونك، الله يسهل عليك. منتري خلعتيني عليك امي انت، قول لي شنو عندك؟ شنو هادشي؟ عيانه بزاف. انا كنقفش على الصحه ديالي. عيانه بزاف الواد. عيانه وليدي، تهلا بختك بزاف. شي مشاكل وصافي. ياش المشاكل؟ مشاكل العموم وما. ممكن تعاود لي المشاكل ديالك؟ بلاش شكرا. مشاكل العموم بزاف عندي. ياك المشاكل؟ المشاكل الوحيدة هي الوالد. خدامش دابا ما خدام ما والو العمو. شنو هي الخدمه ديالك دابا؟ نهار مات الوالده ما بقات عندي حتى خدمه. شنو تمشي تخدم معايا في الفيرما؟ نخدم معاك. علاش ما نخدم معاك؟ ياش نخدم معاك تقدر تصبر على الخدمه وكذا اللي عندي غنديرو معاك. انا ما نقدرك ما والو، نخدم معاك خدمه ديال الرجال. مره بقى في العشيه نتلاقى. اه مرحبا صافي يلا السلام عليكم. تعطل علي هذا يا راسي راه تعطل انا صوني عليه نيت دابا شوف شنو هاي صوني صوني شوف قمت راه خايب واش شتينا ديك المهمة ولا مازال؟ موجودة كاينة؟ شنو هذيك السلعه؟ واش موجوده ولا موجود؟ موجوده اخويا موجوده. وان شاء الله غدا مع الوقيته الفلانيه صافي؟ صافي ان شاء الله واخا موجود. يلا لا يلا شنو تما بوشه؟ على حسب السلعه. شنو قالوا لك؟ غدا مع الربح خاصها تكون. يلا اخويا نمشيو.
السلام عليكم. واو سيد مزيان. بخير مزيان الحمد لله. بخير راج. راجي عندي في الدار دابا. يلاه واخا. هاني دابا راجي عندك يلاه. مزيان هاني اوسي بخير هاني مزيان هاني مزيان هاني مزيان 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 شوف أولي نبي كي الحل لابوشي بشي إن شاء الله تطيني معي تريني أنا أخوصي نساعد أنا نساعد فهم دابا مشي تريني أنا نساعد قلت إن شاء الله أنا بتناخد الحق ديالي فهمتي إن شاء الله تطيني الحق ديالك وعاونك ساعد أنا غير عاونك راني شفت النهار الأول شفتك ماشي هو هذاك دخلت لي قلبي فهمتي نعرفك أوسي يا سيدي راني عاونك إن شاء الله نعرفك عشان قلت لك أجي معايا وكذا فهمتي كاين شي كراج ديال الزبون وان كدا ان شاء الله غنعاونك واش تشري الطين الطين مزيان ولا باش الطين انا بغيت الطين راني كنحس راسي عيان وما بحالي سين راني ما بحالي حتى بقات عندي اختي واحده اللي بقات عندي وانت كتشوف انت ان شاء الله غنجي معاك ميت عجوج ان شاء الله ان شاء الله غنمشيو للطين ان شاء الله صافي ان شاء الله غدا ان شاء الله غنكون شاهد حتى جا عندكم طريني معاك غادي ناخذ حقي بيدي مع من هذيك النخبه او سيد ما بغيتش نعذبك معايا ماشي مشكل ما بغيتش نعذبك معايا ما بغيتش ندخل في هذه المشاكل ديالي انايا ما بغيتش ندخل في هذه المشاكل ديالي ماشي مشكل صافي وسع ان شاء الله نعاونك وسع ان شاء الله ان شاء الله نعاونك اللي جابت السلعه هادي عقلوا عليه مزيان صافي
كان بلا ما مزيان على حسابك. يلا هزو عليا هذا حيدو عليا من هنايا يلا جيبو هنا جيب جيبو هنايا حركو بس بس هذا بقى باش كيتمشى ليا هذا هزو مامن أتعرف مامن تمسير
الشاط طور نادي صافي راه ربطنا راه لتحت باش يعرف مع من يبسال. المهم ما خليتولوش شنو صافي طافو عليك صافي راه لتحت طافو عليك من الضي صاحبي شو يدير داك الشيء شكون فيه صاحبي فوق فيه حلي 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 زين فيه فيه اش